الأسئلة دي باختصار شديد التفكير فيها بدأ من سبتمبر 2020 بعد تولي رئاسة تحرير مجلة روزال يوسف. وده كان فكرة توصيل ما يجري على أرض مصر. ده كان العنوان العريض اللي مسيطر على تفكيري وقتها. إلى أن جاء مارس 2021 وفي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة السيد رئيس الجمهورية أطلق الجمهورية أو الجمهورية السيد. هنا بقى كانت البداية. أنا من الناس اللي بيميلوا لمصطلح الجمهورية الثانية مش الجمهورية الجديدة. وليا في ده أسباب، لأن في تقديري إن الجمهورية الأولى اللي تأسست مع ثورة 23 يوليو، هذه الجمهورية أغلقت صفحتها في التاريخ عندما وصل الخصم الأصيل لثورة يوليو إلى مقر حكم يوليو وهي جماعة الإخوة الإرهابية. فهنا كان في سطر في التاريخ بينتهي وبنبدأ مرحلة جديدة أو بنبدأ سطر جديد في التاريخ، ومن هنا الجمهورية الثانية. طيب ملامح الجمهورية الثانية هي الجمهورية القابلة للبقاء، الجمهورية القابلة للاستمرار، الجمهورية التي أدركت أخطاء الجمهورية الأولى وتجنبها، الجمهورية التي أدركت ثوابت الجمهورية الأولى وتجنبها ونهايتها. ده من هنا جه في الجزء الاول اللي هو الطريق الى الجمهورية التانية. انت بتتوقف امام كل مكونات هذا المجتمع، كل عناصر القوى الشاملة للبلد، كيف تسلمتها الجمهورية التانية من الجمهورية التانية علشان نقدر ما عندكش رفاهية التراجع ولا تملك رفاهية الفشل ولا تملك إلا الاستمرار بكل القوة وكل العقل لإتمام المخطط الاستراتيجي اللي انت بتمشي عليه. أمر لم يعد يمس مصر فقط لكن يمس العالم بأكمله. و2030 لو احنا بالنسبة لنا محطة وصول معلنة للمشروع الوطني المصري، ف2030 أيضا هيبقى منتج النظام العالمي الجديد، والدول اللي هتقدر تحتفظ بقدرتها وتنمي قدرتها هي اللي هتبقى موجودة في هذا التاريخ. ما نستغربش جدا في السنوات القليلة القادمة ان احنا نلاقي تباينات كبيرة في توازنات القوى العالمية، نلاقي دول فاعلة اقليميا لم تكن في الحسبان سواء في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في آسيا، لأن هو نظام دولي في مرحلة انتقال. فده كانت الإجمال. وبالنسبة للجزء الثالث إن شاء الله يبقى في جزء ثالث السنة الجاية إن شاء الله، يعني الله يخليك. ودي طبعا فرصة أجدد شكر تاني للأستاذ حسين عثمان لأنه يعني يجاهد في صناعة النشر في توقيت صعب. وبعدين هي عائد السلسله دي، وقت ما اتفقت مع الاستاذ حسين قلت له عائد السلسله دي هيبقى لمجتمع الجمهوريه الثانيه، فيبقى لمشروع حياه كريمه اللي هو يعتبر من ايقونات الجمهوريه الثانيه. فهو قال لي لا، يبقى العائد بالكامل سواء الكاتب او النشر كله لحياه كريمه. ففرصه جديده ان انا اتوجه ليه بالشكر.